السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم عندنا هذه الفقاسة، هذه السعة مالتها 165 بيضة بالاضافة الى سلة تفقيس. الفقاسة طبعا مثل ما تدرون ان انا ما اشتغل بالالمنيوم، تركي حصرا، تقرأ الليبل تركي يلا تاخذه. يعني شنو تركي؟ يعني قلبي متانة، يعني هاي النرمادة مو ورا شهر شهرين راح تنشيع من مكانها. هذا القفل من تجي تضبه ويكبس لك الفقاسة مو ورا يومين ثلاثة راح يطلع من مكانه، لا هاي تنساها حبيبي مال عمر. بالنسبة للجامة طبعا دبل جامة وياهن مالتهن الربلات من الجهتين، شغلة على حسب الأصول إن شاء الله. طبعا بالنسبة للمتحكم أكسم 18 دبل كارت الأصلي، تمام شباب. منظومة رطوبة، هاي القطعة الخارجية متكاملة. وايد من الشباب ما يعرفون شنو منظومة الرطوبة وشنو أقصد إنه قطعة خارجية. حبيبي القطعة الخارجية هاي حالها حال الخزان، شلون التانكي مال البيت اللي يغذي البيت نفس الشيء. هاي شباب الظل اللي فوق عندك، هاي الزبانه مربوطه بيها صنده وقفايص، تربط الصنده وتعبر الصنده لحد هذا الظرف. هسه راح اعرفك وانت تربطه من الداخل. طبعا الفقاسه مروحه احتباس، واير اردني اصلي، لك حجر ثلاثي، الوايرات كلها محفوظه بهاي الحافظه، فتحه الشهيق بالظهر. طبعا بالنسبه للداخل مال الفقاسه، هاي الفقاسه تجي باب واحدة مو دبل باب، نظام قرية أيضا. بالنسبة للباب طبعا مثل ما قلت لكم دبل قطعة دبل ربل. الصوندة اللي مال منظومة الرطوبة تدخل من هاي الجهة تربط على الطوافة، تمام قلبي. بالنتيجة شنو؟ بعد ماكو عندك شيء اسمه هذا الحافظة الداخلية، خلاص المي مالتها وخربت الفواحة وكذا، ماكو شيء. انت تظل تباوع على هاي القطعة الفوق، شو وقت ما تخلص تعبيها مي، هاي راح تظل متروسة عندك فول. شباب انا دائما اقول لكم وراح ارجع اقول لكم، بالنسبة للمي اللي تستعملوه للفواحة ترجاكم لا تستعملون مي بوري، كلش هواي اذا صار عندنا مشاكل، اذا صار عطلات بالفواحه من ورا المي البوري. ليش؟ لان نسبه الاملاح بيه كلش عاليه. الاملاح العاليه ما تاثر بس على الفواحه، هي تاثر على الفواحه بشكل مباشر بالاضافه للمروحه، تتلفها، تتلف لك البيض، تاثر لك على المسامات مال البيض. لا تستعملون مي بيه املاح، راح يسبب لكم مشاكل هواي. طبعا بالنسبه للمروحه بولبرن اصليه، 7 ريشه، هيتر سيليكون اصلي، 120 واط بالاضافه الى هولدر اضافي احتياط، وجلوب هديه فيليبس اصلي. طبعا هذا المتحكم الربط عليه هيتر، فانت عندك هذا الهيتر الرئيسي، هذا الهيتر مو مربوط وياه مباشر، مربوط وحده على المتحكم بحيث يكون مساعد بالاجواء البارده. احنا جاينا شتاء، حتقدر تشغل فقاستك شتاء وصيف اوتوماتيك، بس تربط هذا الجلوب الفيليبس على هذا الهولدر تنساه قلبي. بالنسبه للقلابات طبعا 3 قلابات مثل ما تشوفون، ام 55 بالاضافه الى سله تفقيس. الفقاسه نظام القريه. شنو نظام القريه؟ نظام القرية انه هي الغرفة مال الحرارة اللي تشوفوها، غرفة الحرارة والرطوبة معزولة عن غرفة البيض، ماكو حرارة ورطوبة مباشرة على البيض. شنو الفائدة من هذا الشيء؟ الفائدة انه انا عندي الهواء الحار والرطوبة تتجانس وتتعادل وتنزل على البيض، تداور بشكل متساوي. ما اريد حرارة مباشرة على مكان واحد ورطوبة مباشرة على مكان واحد والهواء ما متجانس، لا، هواء يتجانس ينزل لك متجانس. هاي واحدة. اثنين، هلا اشيل السله وراويكم. بالنسبه للفقاسه، طالما الفقاسه ارتفاعها عالي فانا اشتغلها نظام دكت. شنو نظام دكت؟ شوف لي يا قلبي هذا، هذا شوف هذا ايدي انا وين، يعني هذه الاطباق معزوله عن الظهر، سحب الهواء يصير من انا يروح بالظهر، يمشي ياخذ هواء جديد لين فتحه الشهيق بالظهر، يصعد على المروحه ياخذ حراره رطوبه ويرجع ينزل على البيض كله وهكذا. ليش انا مخلي الدكت بالظهر مال الفقاسه؟ حبيبي لانه الفقاسه ارتفاعها عالي، الهواء ممكن انه يندفع وياخذ مثلا مجال طبقه او طبقين ويرجع مباشره ينسحب. شنو اللي يجبر الهواء ينزل لاخر طبق وسله التفقيس؟ شنو اللي يجبر ينزل الارضيه؟ اللي يجبر الهواء ينزل ويتجانس بكل الاطباق على كل الطبقات نفس المستوى، هذا الدكت. انه انا هواء سحب الهواء مجبر انه ينزل للاخير ويصعد لي من هذا الدكت، تمام شباب. طبعا السله قاعده على الحمالات، ما تقعد مباشره على القاعده، حتى شنو الهواء راح يداور عليها من كل الاتجاهات. زين نرجع بالنسبه لنظام الوجبات. شنو نظام الوجبات؟ شنو اللي اقصد به نظام الوجبات؟ نظام الوجبات شباب انه انت عندك 3 اطباق سله مال تفقيس. فانت مثلا عندك اول اسبوع او اول 10 ايام حسب انت كميه البيض اللي عندك، تخلي وجبه بيض، تمام. ورا اسبوع تخلي وجبه بيض، ورا اسبوع تخلي وجبه بيض. بالاسبوع الاخير الثالث ورا ما تستحق هذه الوجبه تفقيس، اسحب البيض كله انزله بالسله مال التفقيس. نزلته بالسله مال التفقيس اعوفه حتى يفقس، ايش اقدر اخلي يعني؟ اخلي وجبه ثالثه، العفو وجبه رابعه.
عندما هذا كمل تفقيسه أسحبه الوجبة الثانية هي استحقت تفقيس، ينأخذ ينزل بالسلة يتفقس، أرجع أخلي وجبة جديدة وهذا بعد ما نفقس جوا مباشرة ندخل وجبة مال بيض جديدة، وهكذا أنت الفقاسة عندك ما راح توقف مستمرة بالتفقيس. تمام شباب، فأتمنى تكون فكرة نظام الوجبات صارت واضحة بالنسبة لكم. المن يفيد نظام الوجبات؟ يفيد اليوم مثلا عادة أبو بيت مربي له دجاج مازينة مثلا دي تشوفها 4 دجاجات أو 5 دجاجات، أحسن ما أني أنتظر مثلا شهر أجمع لي بيض مثلا 200 بيضة والبيض صار قديم على مدى شغل الفقاسة. أنت هنا لا، بهاي الفقاسات أنت تقدر تشتغل نظام وجبات، كل أسبوع تأخذ البيض مالتك. كم بيضة تصعد عندك بالأسبوع فرضا؟ 50 بيضة 40 بيضة، أجي أصعدهم بالطبق. تمام شباب، وهكذا ورا أسبوع أخلي ورا أسبوع، صارت المسألة واضحة بالنسبة لكم. حتى لا أخزن بيض كمية كبيرة لمدة طويلة، هذا النظام كلش عملي ويفيد أصحاب البيوت أكثر شيء اللي يحبون يكاثرون دجاجهم بس هم ما عندهم كميات كبيرة. طبعا ده واخذكم وحكيت هواية، أتمنى المسألة صارت واضحة، أتمنى الفقاسة صارت واضحة بالنسبة لكم. أي سؤال أو استفسار تقدرون تتركوا لي بالتعليقات أو تراسلوني على رقم الواتساب، وأهم شغلة لا تنسوها شباب، لا تنسون إخوانكم الفلسطينيين من الدعاء، ادعوا لهم بالنصر، ادعوا لهم بالثبات، إن شاء الله الله يكون وياهم ويوقف لهم حقيقة وينصرهم على ذول القوم الظالمين. إلى اللقاء شباب.